أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير وارحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي العين الساحرة. وحلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل إخوانكم وأبنائكم رجال الداخلية خلال الاحتفالات الوطنية. شفنا بعض انتشار دوريات النجدة، المرور، الأمن العام، جميع القطاعات وزارة الداخلية في الاحتفالات، كانت في الأماكن الموجود فيها تجمع إخواننا المواطنين والمقيمين. كذلك راح تكون عندنا عدة لقاءات مع إخواننا من الجهات الحكومية المساندة، من الإدارة العامة للإطفاء، من الطوارئ الطبية، من جميع القطاعات المشاركة في هذه الاحتفالات. طبعا شفنا المجهود وشفنا لله الحمد التعاون الكبير من قبل إخواننا المواطنين والمقيمين. لله الحمد كانت يعني الأمور لله الحمد مشت في سلاسة في أغلب الاحتفالات، ما كان في يعني أمور خارج السيطرة. كانت لله الحمد احتفالات تظهر الوجه الحضاري لدولة الكويت. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم، تابعونا. العيد الوطني ويوم التحرير تعود فخرا لرجال الأمن كلا في موقعه، حيث أنه يعد إضافة حقيقية لجهود رجال الأمن وتعريفا مميزا بتاريخهم المشرف في حماية الجبهة الداخلية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والعمل على تطبيق القانون. وهذه المناسبة الغالية على الكويت تؤكد أهمية هذا الدور برجال الداخلية في خدمة الوطن، لأنهم حراس الوطن والقادرون على حمل المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في حفظ الأمن بالتنسيق واستمرار التعاون مع إخوانهم في الجيش والحرس الوطني. وتكمن أهمية منتسبي الداخلية في استقرار أمن هذا البلد وتطبيق القانون والتنظيم، لأنهم العين الساهرة ورجال الأمن هم درع الوطن، حيث أثمرت جهودهم المتواصلة عن تأمين احتفالات العيد الوطني بنجاح. والكويت حكومة وشعبا تشيد بجهود وزارة الداخلية وكافة منتسبيها الأكفاء لما تم تحقيقه من تنظيم وتسيير لحركة المرور في كافة طرق الكويت وتحقيق السيولة المرورية والمرونة في التعامل مع المواطنين والمقيمين، بما ساهم في القضاء على الاختناقات المرورية طوال فترة احتفالات المواطنين بالعيد الوطني وعيد التحرير. وهذه المناسبة السعيدة تجسد انصهارنا في يد واحدة من أجل حماية بلادنا الكويت. ولا ننسى دور المواطنين في دعم رجال الأمن، إذ يمثلون العضيد والسند لوزارة الداخلية، وتجاوبهم ومساعدتهم مع رجال الداخلية ما هو إلا تأكيد أن منظومة الأمن لا تكتمل صورتها إلا بتعاون أهل الكويت مع رجال وزارة الداخلية، والتي ستظل على العهد والعطاء في خدمة الكويت والمواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحب نتقدم للشعب الكويتي بمناسبة حلول الأعياد الوطنية اللي الله تم علينا إن شاء الله بحب وأمان. مثل ما شفتوا استعدادات إخوانكم في وزارة الداخلية في قطاع شؤون الأمن العام من خلال توزيع النقاط الأمنية على امتداد شارع الخليج العربي، حيث كان عندنا حوالي ما يقارب 10 نقاط أمنية اللي كانت شبه كمخافر مصغرة يلتجئ لها المواطن أو المقيم أو أي شخص اللي يحتاج أي مساعدة. طبعا كان انتشارنا على طريق شارع الخليج العربي بحيث ان كنا نمنع الاطفال والاهالي ان يعبرون نهر الطريق، وكنا نامن لهم سلامتهم وامنهم. وانتم نشوف اي ملاحظات تتم هناك او اي خلل في الامن انكم متواجدين باقرب فرصه عندكم. الحمد لله عدت هذه المرحله وانتهينا من احتفالات الوطنيه، وكانت في بعض الحالات اللي لا تذكر ولله الحمد، ولا عندنا اي مشاكل كبيره والكل كان متعاون جدا معانا ولله الحمد. طبعا تركيزنا ما كان على شارع الخليج، كنا مركزين حتى في المناطق الشماليه والمناطق الجنوبيه من البلاد، عن طريق في المزارع العبدلي وفي منطقه شبد وفي منطقه الخيران والزور وجليعه والاحمدي، ولله الحمد ان عدت كلها على خير وما في اي حوادث تذكر والحمد لله على كل حال. من الامور السلبيه اللي شاهدناها خلال هذه الفتره ان اولياء الامور اللي تركوا اطفالهم من غير اي رقابه ومن غير اي متابعه منهم. احنا وكدنا عليهم اكثر من مره ان الاخوان تابعوا ابنائكم، حافظوا على سلامتهم، عدوهم عن الطريق، خلوا يحتفلون بطريقه حضاريه وطريقه امنه ولله الحمد. فنحمد لكم السلام، نتحمد لكم السلامه ونبارك لكم في مناسبه الاعياد الوطنيه في امن وامان ومشكورين.
بداية تم وضع خطة مسبقة للاحتفالات الخاصة في الأعياد الوطنية لدولتنا الحبيبة الكويت. تم تنسيق بين وزارة الداخلية ومع والوزارات والهيئات الأخرى كوزارة الأشغال وبلدية الكويت، الإدارة العامة للإطفاء، الطوارئ الطبية تابعة لوزارة الصحة. تم تنسيق بين جميع الجهات المختصة الأمنية الميدانية التابعة لوزارة الداخلية لوضع الخطة الأمنية لإنجاح الاحتفالية وتأمين المواطنين والمقيمين بشكل عام. عادة في أيام الطبيعية تلقى هاتف الطوارئ تقريبا 8000 اتصال يومي، تقريبا 800 بلاغ إلى 900 بلاغ فعلي تعامل مع الجهات الأمنية المختصة في أيام الاحتفاليات، نظرا لوجود المسيرات في الطرقات واختناقات المرورية في بعض المناطق الخاصة بالاحتفاليات سواء من شمال الكويت إلى جنوب الكويت والخليج العربي، أماكن المزارع، مواقع الشاليهات كذلك. زاد عندنا ضغط البلاغات، تقريبا الاتصالات الواردة الفعلية زادت إلى تقريبا 9000 اتصال يومي في تقريبا 1200 بلاغ فعلي قاعد تعمل مع الجهات الأمنية سواء المرور والنجدة، الأمن العام، الطوارئ الطبية، الإدارة العامة للإطفاء بعد سناد كذلك مع وزارة الداخلية. والله الحمد جميع يعني نجاح الخطة الأمنية ساهم كثير في تقليل الخسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات، وهذا ما لاحظناه وشاهدناه في خلال تأمين الاحتفالية السابقة في العيد الوطني وعيد التحرير. تم إنشاء غرف عمليات ميدانية خاصة في الاحتفالية سواء من شمال الكويت إلى جنوب الكويت، في كل محافظة تم إنشاء مركز عمليات مصغر يضم وزارة الداخلية جميع قطاعاتها، إسناد لها الإدارة العامة للإطفاء، كذلك الإدارة العامة للطوارئ الطبية تابعة لوزارة الصحة اللي هم المسعفين، غرفة عمليات الرئيسية الواقعة في شارع الخليج مقابل أبراج الكويت هي الغرفة الرئيسية لتحوي على جميع مراكز العمليات وغرف المراقبة وشاشات المراقبة والتحكم موجودة في هذه الغرفة لمتابعة البلاغات أولا في أول. هناك الكثير من البلاغات الخاصة في الاحتفالية مثل فقدان الأطفال من قبل ذويهم، وهذا يعني يعتبر إهمال من قبل أولياء الأمور وبعض أولياء الأمور. عند بلاغات المشاجرات وردتنا عدة بلاغات المشاجرات، وبفضل الله ثم رجال الأمن المتواجدين في مناطق التوزيعات تم السيطرة على جميع المشاجرات، وتقريبا تم الحل ودي من قبل رجال الأمن. غرفة العمليات الرئيسية ساهمت في دورها الفعال في مراقبة جميع الطرق من شمال الكويت لجنوب الكويت في اللي فيها تجمعات من خاصة العائلات لمراقبة الوضع الأمني بشكل عام، سرعة وصول وكذلك لسرعة وصول إلى جميع البلاغات الواردة لهاتف الطوارئ أو لغرفة العمليات أو البلاغات اللي قاعد توردنا أو البلاغات اللي توردنا من رجال الأمن الموجودين في الشارع سواء مشاجرات أو إشكال أو حالات مرضية. نبهنا كثيرا في قبل الاحتفالية على قائدين المركبات توخي الحيطة والحذر وعدم السرعة في أماكن الاحتفاليات والانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق، ونبهنا كذلك على أولياء الأمور في مراعاة أن ينتبهون على أولادهم في خاصة في أثناء عبور الشارع، وذلك لكثرة عدد المركبات وانشغال أكثر غالبية قادمي المركبات في غير الطريق. وردنا تقريبا عدة بلاغات دهس، أكثرها جسامة حادث دهس وقع في منطقة السالمية وحالة الشخص خطيرة وبالعناية المركزة حاليا. الحمد لله حققت الإدارة العامة للدفاع المدني تنفيذ كافة أهدافها المحددة في خطتها الرئيسية والتي كانت تنطلق من المحددات الخاصة للخطة المركزية لوزارة الداخلية، وبفضل الله
تم نشر أكثر من 100 عنصر من عناصر الدفاع المدني من العسكريين والمتطوعين، كذلك تم نشر عدد من دوريات الدفاع المدني، وذلك في 3 محاور رئيسية: محور في محافظة حولي عند المركز العلمي، والمحور اللي عند منطقة الأبراج تابع محافظة العاصمة، ومحور الخيمة الأمنية اللي هي القيادة المركزية، وكان محدد فيها عندنا نقطة اتصال مع كافة أجهزة وزارة الداخلية الأمنية المشاركة وجهات الإسناد من جانب الحماية المدنية. الإدارة العامة للدفاع المدني بحمد الله تعاملت مع عدد من البلاغات لم تبلغ الذروة الغير عادية، تم التعامل مع 17 حالة فقدان طفل تم تسليم بحالة جيدة إلى ذويهم، كما تم التعامل مع عدد من البلاغات الخاصة بوزارة الأشغال بما يخص بعض الملاحظات على الطرق، منها المجرور مياه الصرف أو أغطية المجاري، وذلك لسلامة المواطنين والمركبات، ولم يسفر عن هذه البلاغات أي شيء يدل على أن هناك حالات من الخطورة. أيضا تم التعامل مع عدد لا يقل عن 10 حالات عناية واهتمام طبي بالتعاون مع الجهات الإسناد للحماية المدنية من الطوارئ الطبية. ونجاح خطة الإدارة العامة للدفاع المدني يعود بشكل أساسي إلى التعاون الوثيق بين أجهزة وزارة الداخلية من كل الجهات الرديفة، كذلك جانب الحماية المدنية من وزارات الدولة المعنية بالجانب الميداني في تنفيذ هذه الخطة. من الظواهر الغير محببة تم مشاهدتها أثناء تنفيذ هذه الخطة، تم مشاهدة استخدام رشاشات المياه بشكل غير مفيد. نتمنى أن الجمهور يكون متفاعل أكثر ويتم الحد من استخدام هذه المواد. كذلك تم مشاهدة وقوف المركبات بشكل غير متفق مع قوانين وقواعد وآداب المرور فوق الرصيف وفي الساحات اللي غير مخصص فيها وقوف المركبات، لذلك ترك المركبات في أماكن تسبب عرقلة، هذا أدى إلى حصول بعض الاختناقات ما يعرقل حركة السيارات المدنية والسيارات الإسعاف والمطافي والسيارات الطوارئ بأنواعها. كذلك من السلبيات اللي واجهنا لما تشاهد الأولاد القصر بعيد عن رقابة أولياء الأمور، كثير من هذه المركبات شاهدناها بصحبة إما السواق أو المربيات معهم الأولاد، لن يحقق يعني مراقبة فاعلة لضبط سلوك الأبناء. نتمنى على الجمهور الكريم أن يراعي هذه السلبيات ويتجنب إظهارها بهذا الأسلوب، خاصة في هذه المناسبة الوطنية، أن بالفعل الكويت تستحق أن تظهر بأفضل صورة في هذه المناسبة بعيدا عن هذه الظواهر السلبية. الكويت بإصرار بنيناها وبعزمنا طورناها وبإخلاص وحب وصدق أعطيناها وطني يحدون الأمل. وطني الكويت، نحن الثبات والصلابة والشموخ والشجاعة والعطاء والمجد، أمناء أمام الله عليه، موطني دمت آمنا. اليوم راح نتكلم عن التهاب فعاليات العيادة الوطنية. طبعا كان انتشار دوريات موسع على الخليج وامتداده، تقاطعاته وتحويل المسار لتخفيف الكثافات المرورية اللي كانت عندنا نفس الخليج العربي. لله الحمد تعاون اخوان المواطنين والمغيبين على الارض الطيبة هذه
خلى نجاح لنا بالخطة المرورية بالكامل. طبعا مو مثل كل سنة قاعد تصير ويانا الكثافة أقل. طبعا هذا دل على تعاون المواطنين والمقيمين ومرتادين الشارع نفس الخليج العربي امتداد. لو نتكلم عن شارع الدوريات على الخليج العربي يمكن أول يوم وصلنا ل 390 دورية منتشرة على الكويت بشكل كامل من المناطق الجنوبية حتى الشمالية. طبعا بالإضافة للخليج العربي امتدادا قمنا دور مكلفين فيه الآن قبل قيادتنا ولله الحمد والمنة أن انتهينا بدون أي كثافات مرورية أو أي عرقلة وسهلنا الحركة قدر المكان. لله الحمد طبعا التعاون بين القيادات والقطاعات بشكل كامل بالنسبة لوزارة الداخلية تعاون كامل ولله الحمد ما عندنا أي خلافات بخصوص النقطة هذه. أما بالنسبة للمواطنين لله الحمد السنة هذه شفنا تجاوب معانا بشكل كبير. طبعا هذا يرجع للتوعية اللي كانت قبل الاحتفالات والمرتادين طريق وحس بالمسؤولية وتجنب الظواهر السلبية نفس الخليج العربي. طبعا هذا خفف علينا شغلات كثيرة من الازدحامات اللي كانت تصير عندنا بشكل سنوي بنفس الاحتفالات الوطنية. بالنسبة للمخالفات أبرز المخالفات كانت عندنا صوت العادم جميع المركبات يعني في أغلب المركبات المخالفات اللي كانت عندنا بنفس الخليج العربي صوت العادم. هذا طبعا إزعاج المرتادين الطريق وإزعاج نفس الشخص نفس اللي يقود المركبة. طبعا المخالفات المرورية طبعا نص مادة 207 بالنسبة لصوت العادم تحجز المركبة. طبعا تم معهم حجز المركبات ومخالفتها كذلك توجيه لأقرب نقطة تجمع وتحويلها نفس جراج الحجز. طبعا أول نصائح نقدمها لأولياء المرور انتباه العيال أن جميع الأطفال أو تشاهدون على الشارع يعني لازم يكون وياهم برفقة واحد من أولياء أمورهم ينتبهون لهم يشوفون عيالهم ما يفقدونهم 24 ساعة يكونوا وياهم. إن قاعد يصير عندنا حالات أطفال تينا بالتقاطعات بدون أولي أمر وروح نوجههم ندور أهلهم ويلا يلا نوجههم نقاط التجمع بخصوص المفقودين وينقونهم لله الحمد. طبعا احنا أول أمس كان عندنا في حادث داس مقابل الأبراج. طبعا هو عبارة عن طفل يعني ما كان ولي أمر منتبه له نزل الشارع بياخذ الكرة الماء هذه جهزت السيارة بس لله الحمد كانت إصاباته بسيطة. نوجه احنا أولياء الأمور ينتبهوا لعيالهم قدر المكان. تم وضع خطة كاملة الإدارة بالنسبة للإدارة العامة لشرطة النجدة وذلك بمناسبة العيد الوطني كذلك عيد التحرير منها انتشار الدوريات الكاملة على شارع الخليج وبالإضافة إلى أماكن الاحتفالات الموزعة نفس المحافظات الست نفس دولة الكويت. بالنسبة لتغطية طبعا نتكلم على تغطية بلاغات الإدارة العامة لشرطة النجدة تم استلامها خلال الفترة وخلال فترة الاحتفالات 150 بلاغ ومنها طبعا بلاغات اللي هو المساعدات بالإضافة إلى بلاغات اللي هو فقدان الأطفال. طبعا وبالنسبة للاحتفالات في الأماكن المسارح طبعا راح تكون انتشار الدوريات وانتشار عناصر الإدارة العامة لشرطة النجدة وذلك لحفظ الأمن والأمان نفس الموقع ذلك للمقيمين كذلك المواطنين. الخطة الأمنية طبعا وضعتها الإدارة العامة لشرطة النجدة وهي توزيع الدوريات بشكل منتظم في الأماكن اللي يكون فيها احتفالات مثل شارع الخليج. طبعا لتغطية البلاغات من تقاطع إلى تقاطع يكون فيه تقريبا من 5 إلى 6 دوريات على امتداد شارع الخليج بالكامل. طبعا في كل تقاطع يكون في بلاغ لنفترض بلاغ فقدان طفل راح يتوجه له عنصر رجل الشرطة والتحفظ على البنت أو الولد اللي ضايع وراح يتم التأكد عن طريق العمليات إذا كان في بلاغ متواجد من قبل أولياء الأمور اللي فاقدين منهم الأطفال. وبالنسبة للمساعدات المركبات تعطل المركبات مثل ما أنت عارفين شارع الخليج في كثافة مركبات وذلك الاحتفال المتواجد فيه. أي عنصر لرجل الشرطة يتم مشاهدة مركبة متعطلة يتم مساعدتها عن طريق إزاحتها عن طريق الونش الداخلية أو بالإضافة إلى عمل اشتراك أو ما شابه.
والله الحمد لحد الآن الأمور طيبة، كذلك بالنسبة للوافدين والمقيمين والمواطنين متعاونين مع رجال الشرطة ومتفاهمين على هالموضوع، الله يعطيهم العافية. جميع الدوريات مثل ما أنت عارف مربوطة مع العمليات، أي بلاغ يتوجه للعمليات طبعا يعمم على جميع الدوريات المتواجدة للتعامل معه، فأقرب دورية تكون متواجدة بالنسبة للبلاغ تتعامل معه ويتم تسكيره بشكل تام. الإدارة العامة للإطفاء كعادتها السنوية قامت بوضع خطة لتأمين الاحتفالات الوطنية بشارع الخليج العربي وأيضا المنطقة الجنوبية بدولة الكويت. كان لنا خطة بوضع أكثر من 8 نقاط على امتداد شارع الخليج العربي، بداية من فندق جميرة وحتى مركز جابر الثقافي. طبعا نقاطنا موزعة، كل نقطة فيها تنكر، وبالإضافة إلى آليات الإنقاذ، بالإضافة إلى آليات التدخل السريع اللي هي البقي للتدخل لا سمح الله في أي طارئ أو أي احتياج بسرعة قصوى. طبعا أكثر البلاغات اللي نواجهها بفترة الأعياد الوطنية تكون ناتجة عن الإهمال أو مثلا عدم التقيد بالسرعات، خاصة إخواني قائدين المركبات لازم يقيدون بالسرعات المعلنة وينتبهون على الطريق وما يلهون مثلا بالتليفون، لأن تدري يكون في أطفال وقتها بالشارع وتكون الخطورة أكثر لا سمح الله، ممكن تصير حالات دس أو اصطدام أو مثلا حوادث بين السيارات. طبعا احنا الإدارة العامة للإطفاء حين تلقي البلاغ الأولي على هاتف الأمان 112 يتم استقبال البلاغ وأخذ المعلومات الكافية والوافية من المبلغ وتحديد نوع البلاغ، بعدها نترجمها إلى أقرب مركز إطفاء وإخراج الفرقة القريبة من موقع الحادث للتعامل معه، ويتمون التعامل معه وإنهاء إن شاء الله. نشرح لكم بشكل عام عن خطة وزارة الصحة متمثلة بإدارة الطوارئ الطبية لتغطية الاحتفالات العياد الوطنية، وهي كانت عبارة عن
الخطة كانت أن توفر 7 عيادات على مختلف على جميع محافظات الدولة وعددها 7. طبعا كل عيادة موجودة في معاها إسعاف أو إسعافين وفي عدد طاقم من فنيين طوارئ طبية، وكذلك عندنا محافظة العاصمة متوفر عندنا وحدة الإمداد وكذلك طاقم طبي، وعندنا السكوتر والبقي. طبعا البقي عندنا على أساس الزحمة وغيره وصول البقي قبل سيارة الإسعاف لإعطاء العلاج وتقديم العلاج. طبعا عدد فنيين طوارئ طبية اللي موجودين بمراكز الإسعاف اللي يغطون الحالات بشكل عام يعني 272، وعندنا محافظة العاصمة اللي احنا متواجدين فيها حاليا موجود البقي وسيارة الجولف وثلاث سيارات إسعاف بالنسبة حق محافظة العاصمة، ومحافظة حولي متوفر فيها 5 سيارات إسعاف وسيارة جولف وثلاثة بقي، ومحافظة الأحمدي متوفر فيها 3 بقي يعني. الحمد لله مثل ما أنتم شايفين انتهت احتفالاتنا الوطنية هذا العام على خير وسلامة، هذا بفضل الخطة الموضوعة، الخطة الأمنية الموضوعة، بفضل تعاون إخواننا المواطنين مع إخوانهم رجال الداخلية، بفضل تعاون جميع القطاعات مع بعضها. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نتمنى الله يدوم الفرحة على شعبنا وعلى ديرتنا، وشفنا هذه الاحتفالات إن شاء الله ونتمنى أيامنا كلها احتفالات، وشفنا المجهود اللي قاموا فيه إخوانكم وأبنائكم رجال الداخلية والقطاعات الحكومية في هذه المناسبات، وإن شاء الله نشوف حلقة أخرى ونسلط الضوء على إدارة أخرى من وزارة الداخلية. مع السلامة.